في جنوب العراق. الدكتورة عواطف العقابي بأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا أخذت بالتزايد بالآونة الأخيرة، ولا بد من التعايش مع الفيروس عبر المواطن بتطبيقه للإجراءات الوقائية. في الحقيقة يلاحظ أنه خلال الفترة الماضية أنه بدأت الإصابات اليومية ترتفع بشكل كبير بالنسبة في عموم محافظات العراق. بعد ما كان الكيرف يعني ستريت بدأ يرتفع، وزارة الصحة لديها استراتيجياتها وتقوم بعملها في على أكمل وجه. دوائر الصحة أيضا موجودة وتعمل بإمكانياتها. نحتاج نحن بصراحة قدمنا كل الدعم الممكن إلى وزارة الصحة وإلى الدوائر من خلال الوزارة ومباشرة بالعمل مع الدوائر الصحية في المحافظات. تحديد المهم تحديد ما هي التحديات اللي تواجهنا كمؤسسات صحية. التحديات اللي موجودة بدأت دوائر الصحة وبالتعاون أيضا مع الوزارة ومع المنظمة بتغطية الاحتياجات اللي موجودة لديها. يبقى جانب واحد، يعني نحن عندنا الجانب العلاجي والجانب الوقائي والجانب الإداري للأزمة واستراتيجيات. كان هناك حظر أمني قد طبق، حظر صحي يعني لم يطبق بصورة فاعلة. الحظر لو كنا ملتزمين به بصورة كبيرة لا كانت الأرقام بغير شكل إن شاء الله. نتأمل إن شاء الله أنه نتحدث إحنا عن التعايش مع كورونا، يعني ارتداء كل مستلزمات الوقاية من الكفوف من التعقيم من الماسك جدا مهم. ترك المسافة بين شخص وآخر يعني على الأقل هو أن يكون مترين. تجنب الازدحامات والتواصل والأسواق وكذا، هذه نركز عليها. نبقى أنه هذه النقطة أو الركيزة الأساسية للتعامل مع كورونا لغاية تحقيق إن شاء الله نحقق أرقام تكون ينخفض الكيرف اللي عندنا والمنحنى. إذا انخفض إحنا نكون إن شاء الله مطمئن. حاليا نحن يعني نبذل أقصى جهد لأجل تجاوز هذه المرحلة. منظمة الصحة العالمية قامت بتزويد وزارة الصحة بشحنات من الأجهزة والمستلزمات المختبرية والمستلزمات العلاجية ووحدات العناية المركزة. حاليا قبل أكثر تقريبا من أسبوع كان هناك تزويد الوزارة أيضا دخل إلى مخازنها موضوع مكثفات الأكسجين لشحة الأكسجين خصوصا لدينا في مناطق الجنوبية. نركز ونبني أمل كبير على وعي المواطن بصراحة. نفذت منظمة الصحة العالمية حملة إعلامية كبيرة للتعزيز الصحة وتوعية المواطنين في المناطق ذات الخطورة العالية في بغداد. ستنفذ حملات مشابهة أيضا في البصرة وذيقار وميسان والمثنى وواسط إن شاء الله.